طيب خلينا نروح لمعانا زوم عبر زوم، يعني مكالمة عبر زوم. معانا كيفن ويلسون نجم نادي تشيلسي السابق، وبرضه نسأله عن اولا اهلا بيك طبعا في قناه النادي الاهلي او على شاشه قناه النادي الاهلي. في البدايه حابين نعرف رايك في مباراه اليوم بين تشيلسي والهلال السعودي. حسنا اشكركم على تواجدي معكم. انا اعتقد ان مباراه الهلال وتشيلسي كانت قويه جدا. اعتقد ان الهلال لم يكن على المستوى الذي ظهر به في الشوط الثاني. المباراه بدات، وكما ان لو تشيلسي كان مجهدا فكان على الهلال ان يلعب بنفس الاداء في الشوط الثاني، ربما لاختلاف المدينه واختلاف التوقيت، ولكن تغيير حارس المرمى وتغيير اللاعبين للمناخ الذي خاضوه يعتبر امر مرهق للاعبي تشيلسي. طيب خطه تشيلسي كانت مختلفه في هذه المباراه ولا كانت الخطه اللي دايما بيلعب بيها؟ وهل تواجد او عدم تواجد توماس توخيل المدير الفني موجود لم يكن متواجد في الامارات، هل ده فرق مع فريق تشيلسي؟ بالطبع الأمر مختلف تماما. إنه يستطيع أن يصنع الفارق بتواجده على الخط، ولكن أعتقد بتوافر التكنولوجيا والتواصل الآن الأمر لم يكن صعبا على اللاعبين وعلى الجهاز الفني. ولكن أعتقد أن تشيلسي كان يلعب مباراة يوم السبت في الاف اي كوب، وكان الامر صعبا على اللاعبين السفر والاستعداد لمباراه جديده بعد 3 ايام، فكان الامر صعبا على اللاعبين بالفعل. جميل. مستر ويلسون، ثانك يو سو ماتش فور يور تايم بينج وذ اس. ذس از ساتش ا جريت بليجر. اند اي وود لايك تو اسك يو اباوت ذا نيكست ماتش. وات ار يور اكسبكتيشنز ريجاردينج ذا نيكست ماتش فور تشيلسي؟ حسنا اعتقد انه يجب علينا الفوز. تشيلسي لم يفز ببطوله كاس العالم للانديه من قبل، واعتقد ان الفريق يجب عليه ان ينهي هذه البطوله متوجا. اعتقد ان الفائز ببطوله دوري ابطال اوروبا يجب عليه ان يفوز ببطوله كاس العالم. طيب برضو مستر كيفن، شايف المباراة القادمة أمام بالميرس، بالميرس اتفرجت عليه ولا لا؟ نعم أنا شاهدت فريق بالميرس، ليس كل المباراة، ولكن شاهدت المباراة، وأعتقد أن النادي الأهلي كان جيدا في الشوط الثاني، وأعتقد أن الأهلي لم يكن بنفس المستوى في الشوط الأول، وخصوصا أن الفريق البرازيلي استعد جيدا. أعتقد أن الأهلي افتقد للعديد من اللاعبين مع منتخب مصر. وأعتقد أن تشيلسي سيفوز على فريق الهلال بهذا المستوى. وأعتقد أن فاز على الهلال. أعتقد أني آمل أن يفوز تشيلسي ويفوز فريق الأهلي على الهلال في المباراة القادمة في تحديد المركز الثالث والرابع. تمام. طيب برضو سؤال آخر بعد إذن حضرتك، يعني هل ترى أن تشيلسي وهو الفريق العريق ولكنه صاحب نتائج متذبذبة إلى حد كبير في الدوري الإنجليزي هذا العام أو هذا الموسم، هل ظهر بنفس الصورة في كأس العالم للأندية خصوصا، ويمكن ده اللي بيخلينا نسأل السؤال بهذه الصيغة، إن هدف لوكاكو كان من خطأ فادح لمدافع فريق الهلال، فكيف رأيت هذا الأمر؟ أعتقد أنه نفس الفريق بالفعل الذي يشارك في البريمير ليج، لديه الكثير من فرص الأهداف الضائعة والتي تفوت عليه الفوز في كثير من المباريات في البريمير ليج، وتجعل الأمر أكثر صعوبة في الدوري المحلي، ولكن في النهاية يجب على اللاعبين الإحراز
المزيد من الأهداف ليحققوا الفوز. اللاعبين يؤدوا بشكل جيد على أرضية الملعب. أعتقد أن غريزة الهداف يجب أن تكون متاحة للاعب تشيلسي في هذه المباراة الصعبة. طيب، هل تتوقع أن ينجح تشيلسي في مشاركته الثانية بالعودة إلى لندن باللقب العالمي للمرة الأولى في تاريخه بعد ما حل وصيفا في مشاركته الأولى بكأس العالم في النسخة 2012؟ نعم، آمل ذلك. آمل أن يفوز تشيلسي ببطولة كأس العالم هذا العام. كمشجع لفريق تشيلسي في المقام الأول، فأتمنى أن يفوز بها تشيلسي. أعتقد أنها المنصة التي تنقص تشيلسي أن يصعدها الآن. أعتقد أن فريق تشيلسي لديه لاعبين رائعين، ويتميز بأنه أفضل من جميع الفرق المشاركة، وأعتقد أنه يجب عليه أن يفوز بالبطولة. طيب، على حد كلام حضرتك وجود مجموعة من اللاعبين الرائعين ضمن صفوف فريق تشيلسي، هل ده معناه بالضرورة أنه لن يكون هناك أي تغيير أو إجراء أي تغيير على تشكيلة النادي اللنداني في مواجهته أمام بالميراس؟ سيبقى الوضع على ما هو عليه فيما يتعلق بالتشكيلة، أم هناك مساحة كافية لإجراء بعض التعديلات؟ أعتقد أنه لن يوجد أي تغيير، ولكن أعتقد أن الفترة المتاحة تتيح للمدرب أن ينظر إلى بعض اللاعبين. ربما ميسون ماونت سيبدأ المباراة، له تأثير كبير على الفريق بعدما نزل اليوم. أعتقد أن في خط الدفاع سنرى بعض التغييرات. أعتقد أن ألونسو لم يكن موفقا اليوم، عانى كثيرا أمام جناح الهلال ياسر الدوسري، وأعتقد سالم الدوسري، وأعتقد أنه يجب عليه أن يجري بعض التغييرات على الجبهة الدفاعية أيضا. كيفن جونسون نجم نادي تشيلسي، أنا بشكرك شكرا جزيلا على تواجدك معنا من خلال زوم.